التراب وأهل إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلاد فنأتي ببأس لأهل الخلاء ونشفي الصدور بوأد الضلال ونشفي الصدور بوأد الضلال سنرجع عدلا مضى وانقضى سنأتي بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت مسموع أخواتي؟ نعم أخواتي، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر المؤمنين ومؤيد المجاهدين ومؤلف قلوب المرابطين، هازم الصهاينة المجرمين ومذل المطبعين المتخاذلين. الحمد لله، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول العزيز الحكيم في محكم التنزيل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نعم، ضيوفنا الأفاضل متابعين الكرام، كل باسمه ولقبه وصفته، حياكم الله أينما كنتم وطيب مساكم. السلام عليكم والشكر لحضوركم في هذه الندوة الإلكترونية الحاشدة التي تحت عنوان النصرة والرباط في أرض الجهاد، والتي نظمتها منصة تمكين المرأة المسلمة وأكاديمية الرواد الإلكترونية بالتعاون مع الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، وذلك نصرة لمصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعما للرباط وأهله في أرض الرباط وتأييدا لخيار الجهاد والمقاومة في هذه القضية العادلة، ووفاء لأسران الجواسر وتضامنا مع جرحان البواسل، وعهدا لشهدائنا الأبرار على تكملة المشوار. يقول الشاعر: وليسوا بغير صليل السيوف
يجيبون صوتا لنا أو صدى. فجرد حسامك من غمده فليس له بعد أن يغمدا. نعم، لا بد أن نجرد حسام الجهاد وحسام الاقتصاد وحسام الإعلام من أغمادها، ونستنصركم في ذلك أن تبقى سيوفكم مشرعة في وجه المعتدي، هذا المحتل الصهيوني الغاصب، فليس لها بعد أن تغمد. أخواتي، موضوع ندوتنا موضوع محوري واستراتيجي، من المهم جدا نقاشه والتعريج على أهم قضايا ومدى تأثيرها على الساحة اليوم. أثر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا أثناء وفي العدوان على قطاع غزة. طبعا لا شك أن جلنا تابع الهبة المقدسية والفلسطينية الأخيرة عموما، وباعتقادي أن كل من تابع هذه الهبة الإلكترونية الأخيرة المتعلقة بهذا الأمر عبر السوشيال ميديا أصبح يدرك مدى قدرة الإعلام الفردي والمسؤول على توصيل الحقائق كما هي، وبالتالي تفنيد الرواية الصهيونية التي طالما فرضت نفسها على الساحة الإعلامية الغربية تحديداً، وأثرت على الرأي العام العالمي، بل وتبنتها شريحة كبيرة من المجتمعات الغربية والمنظمات الدولية حول العالم. سنناقش في هذا اللقاء، والذي من أهم أهدافه تقييم دور منصات التواصل الاجتماعي، إحصائيات وقرارات سياسية، أيضاً أهمية منصات المواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وآلية النشر الفعالة فيها، أيضاً خدمة القضية الفلسطينية من خلال هذه المنصات أو المواقع، من خلال طرح مشاريع مقترحة وأفكار جديدة مبتدعة وخلاقة. سيكون معنا في هذا اللقاء بإذن تعالى أربعة محاور رئيسية متعلقة بالموضوع. المحور الأول، دور الإعلام الجديد في معركة سيف القدس، وتقدمه ضيفتنا الأستاذة فداء محسن المدهون، وهي صحفية وأكاديمية فلسطينية، وهي عضو مجلس بلدية غزة وباحثة في مجال الإعلام ومهتمة في قضايا المرأة والشباب. أيضا نتناول في المحور الثاني فوضى المصطلحات في السوشيال ميديا وآلية العمل الصحيحة، وستقدمه لنا بإذنه تعالى ضيفتنا الأستاذة هديل يوسف الزعبي، وهي سورية مقيمة في لبنان، ليسانس في العلوم السياسية والإدارية، ومشرفة لمشاريع في لجان المرأة والأسرة، وعضو في لجنة التثقيف السياسي في جمعية الاتحاد الإسلامي، ومهتمة أيضاً بقضايا الأمة والمرأة. في المحور الثالث سيكون معنا سنتناول أثر منصات التواصل أو السوشيال ميديا في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية، وتقدمه ضيفتنا القديرة زهرة سليمان أوشن من ليبيا، وهي إعلامية وكاتبة صحفية، أيضاً هي معدة برامج إذاعية ومهتمة في مجال الفكر والثقافة. أيضاً في المحور الرابع سنتناول آلية النشر الفعالة في مواقع التواصل الاجتماعي، وستقدمه ضيفتنا الأستاذة مؤمنة عبد السلام، وهي سورية باحثة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، وهي مهتمة بالعمل الإنساني وقضايا الأمة الإسلامية، وعضوة في مجلس إدارة المكتب التنفيذي،
ومسؤولة النشر في منصة أكاديمية الرواد الإلكترونية. نعم أخواتي، الآن نتناول السؤال الأول لك أستاذة فداء. السؤال الأول أستاذة فداء معنا. السلام عليكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك، الله يعافيك عزيزتي. السؤال لك على هذا النحو التالي: ما دور الإعلام الجديد ومنصات التواصل على القرارات السياسية، وما دور مشاهير المنصات من العرب في معركة سيف القدس، وأيضاً التحركات الفردية العفوية من الرواد الفلسطيني في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل، وأيضاً المسؤولين، وما هي الأدوات التي استخدمها الشباب العربي من رواد المنصات في إدارة هذه المعركة إعلامياً، وما أهم مخرجات هذا الصدى من التفاعل الإلكتروني؟ هل أثر ذلك على الساحة الإعلامية والرأي العام العالمي؟ هل يعني تم بالفعل تكذيب الرواية الصهيونية في الهبة الأخيرة؟ وأيضاً ما دورنا نحن إزاء تلك الهبة الإلكترونية كرواد ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي؟ كيف يمكن استثمار ذلك بعد انتهاء معركة سيف القدس؟ نعم عزيزتي تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل والصلاة والتسليم. بداية الحقيقة أنا بشكرك عزيزتي سماع، بشكر منصة تمكين المرأة أكاديمية الرواد ووزارة الأوقاف على يعني عمل مثل هذه الفعاليات والأنشطة المتواصلة، والتي الحقيقة هي بتجعل دائما قلب فلسطين هو دائم وله ديمومة كبيرة، وهذا دور يعني منوط فينا جميعا والكل يؤديه في مجاله. ونحن نتحدث، ولأنه يمكن الورقة الأولى هي هيك معاي أو المداخلة الأولى، نتحدث عن دور الإعلام الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي، لابد يعني أنه إحنا نحكي شوي شو هو الإعلام الجديد. الجميع يعلم أننا نعيش الآن في زمن متسارع فرضت التقنية والتكنولوجيا، لنشهد ثورة معرفية معرف بظاهر التفجر المعلومات التي نعيشها هذا اليوم، اللي جعلت العالم مش قرية كونية صغيرة فحسب، بل جعلت العالم هاتف محمول، يعني وانت معاك الهاتف المحمول متصل بجميع العالم، شايف الصورة، قادر عن أن تشارك فيها، قادر أن توصل صورتك ورسالتك، وقادر أن تسمع الآخرين. هذا يعود بشكل أساسي للي احنا بنحكي عنه، هو الإعلام الجديد اللي اعتبره بعض خبراء الاتصال والإعلام بأنه الثورة الاتصالية السادسة اللي نتج عن حالة التزاوج بين الإعلام والتكنولوجيا، وخلق واقع جديد في التأثير، غير ملامح العملية الاتصالية التي كانت تستند. وإحنا جميعا بنعرف أنه العملية الاتصالية يعني بنحكي عن مرسل ومستقبل عبر وسيط ورسالة يؤديها برسالة يؤديها، لكن المختلف الآن أنه المرسل لم يعد مرسل فحسب، والمستقبل لم يعد مستقبل فحسب، بالعكس أنا بستقبل الرسالة بستطيع أني أردها للمرسل. فهذا الأساس للتغير في جوهر العملية الاتصالية، ميزة التفاعلية، أنك أنت بتستطيع أن تشارك، الجمهور بات يستطيع أن يشارك، المتلقي بات يستطيع أن يشارك، كذلك سرعة الوصول والانتشار، عدم المحدودية ولا في الجماهير، تغيرات والتدخلات التكنولوجية خلقت ما عرف بإعلام المواطن، صحافة المواطن، الإعلام التفاعلي، مسميات أخرى كثيرة. مع دخول مواقع التواصل الاجتماعي، زيادة مستخدميها، الحقيقة أنتم تعلموا أنه الآن عدد مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي في آخر إحصائية تجاوز 5 مليار في العالم، يعني إحنا بنحكي عن نصف سكان العالم يستخدموا هذه الأدوات، يعني العالم سكانه تقريباً 7 مليار و800 مليون، 5 مليار منهم يستخدمون هذه الأدوات والوسائل. فهذه الأدوات بدأت بالظهور في بداياتها لتعزيز التواصل الاجتماعي، خلق بيئة تواصل اجتماعية افتراضية، تبادل الأمور الاجتماعية والتهاني والعلاقات يعني، لكنها أيضا اللي احنا بنشوفه واللي تطورت فيه يمكن العرب أكثر إشي استخدموه، باتت جزء من تكوين المواطن، مصدر أساسي لمعلومته ووجه من أوجه التعبير عن الآراء والأفكار والتوجهات، ومن ثم استثمارها في مجال التأثير على الرأي العام، التحشيد، التغيير للأفكار، للمعتقدات، للتأثير في الوقائع اللي احنا بدنا إياها.
زاد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير بازدياد عدد المستخدمين، كمان زاد بالأدوات المختلفة. احنا الادوات التواصل الاجتماعي باتت مختلفه جدا، منها ما يعتمد على الصوره وعلى الصوت زي المنصات اللي بنعرفها، فيسبوك، تويتر، انستغرام، واتساب، تيك توك. الحقيقه مساحات واسعه للتعبير عن الراي. كمان المميزات اللي تتيحها هذه الوسائل، احنا يعني اشهرها او اخرها ميزه البث المباشر. تخيلوا أنك أنت يعني أمامك كأنك عندك قناة تلفزيونية، أنت رئيس تحريرها، يعني هذا ملخص. أيضا أنها كيف بتدعم تداول الفيديو، الصور، باتت يعني الهواتف المحمولة أيضا متوفرة مع العوام، وهذه الهواتف مزودة بأفضل ميزات الكاميرات، صارت بين يدي المواطنين بشكل عام. توفر مساحات الإنترنت بشكل واسع، أصبح إذن التأثير حتمي لهذه الوسائل. هذا بداية عشان نعرف إحنا الواقع التكنولوجي كيف إنه إحنا صرنا بين إيدينا. يعني حتى أنا دائما بحكي إنه زمان كنا أحيانا أي شخص يحكي أنا والله لا أستطيع التأثير، أنا بقدرش أكون صحفي أو في وسيلة إعلامية، لكن الآن هذا العذر يعني صار مرفوع ومحجوب، لأنه كل شخص بين إيدينا، بين إيدي وسيلة إعلامية يستطيع التأثير فيها ودعم ونصرة قضيته، ويجب أن نكون جنود في هذا الميدان الواسع. بالنسبة للدور السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي، برز في الشرق الأوسط في بداية 2009 أو يمكن تقريبا يمكن مع بدء الاحتجاجات التي جاءت في أعقاب الانتخابات الإيرانية في 2009، أو بين ذلك أعتقد سميت بثورة تويتر. وزاد هذا الدور أو برز جليا بشكل واضح في ما عرف بالربيع العربي في نهاية 2010 بداية 2011، وارتبطت الثورات العربية عند الكثير من الباحثين والسياسيين على اعتبار أنها يعني هي اللي يعني من صنع الربيع العربي، أو بدأت الشرارة منه من منصات التواصل الاجتماعي، من صفحات وحسابات زي صفحة كلنا خالد سعيد في مصر، وصفحات في تونس، وتفاعل الجمهور على هذه المنصات بشكل كبير، وتداول الدعوات وتحديد المواعيد والآليات ونشر الصور وما إلى ذلك من أدوات. الإعلام الجديد لما نيجي نحكي بالقضية الفلسطينية نجد أنه لعب دور مهم جدا، ربما ساهم بشكل كبير في التعريف على التحديات اللي بتعيشها القضية وما يعاني الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده، لا سيما في القدس وما يلحق بها من تهويد واستيطان واقتحام، كذلك غزة وما يهددها من حصار وإغلاق على مدار عقد ونصف من الزمن أو ما يزيد. قد مرت محطات مختلفة في القضية الفلسطينية في الصراع الكبير من حروب، اعتداءات، وكان لمنصات التواصل الاجتماعي كما تذكر دور مهم في إطار إيصال الصورة، التأثير على الجمهور، خصوصا الجمهور العربي على الأقل. الحقيقة في حرب 2012-2014-2009 لعبت بأدوارها، لكن إحنا حقيقة حتى منصات التواصل الاجتماعي وصولا لعام 2021 صار إمكانياتها ومميزاتها كمان هي أدت أدوات ومميزات أكثر، كما زي ما حكينا مسألة البث المباشر، التفاعل أكثر، التواصل أكثر، رغم ما المعيقات اللي برضو فرضتها وسائل التواصل الاجتماعي أو نحكي محاربة المحتوى الفلسطيني، لأنه المميزات الكبيرة تطورت. في معركة سيف القدس الحقيقة شهدت متغيرات كبيرة جدا في الصراع السياسي والعسكري، كما شهدنا لأول مرة المقاومة هي اللي تطلق الصواريخ وتبدأ الحق وتبدأ هي المعركة. كمان في مسألة الصراع السياسي وكيف انتهت الحرب على غزة، كذلك شهدت معركة سيف القدس، ويمكن هو حديثنا، متغير أساسي في المشهد الإعلامي العربي والعالمي، وشهدت تطور كبير في بث الرواية الفلسطينية ونشرها والتأثير على الجمهور العالمي والعربي. الحقيقة لأول مرة إحنا في مرحلة متقدمة شهدنا تحركات عالمية وعربية غير مسبوقة على كل الأصعدة أو الصعد، كان أهمها مسيرات مليونية تجوب العالم دعم للفلسطينيين، كما حدث يعني في باكستان والعديد من الدول العربية والإسلامية والعالمية.
وعدد غير مسبوق من التجمعات والمظاهرات في كل دول العالم، أهمها يمكن أنه في الولايات المتحدة كان في تغيير واضح، يعني كان ما يزيد عن 40 ولاية أمريكية في تظاهرات لدعم القضية الفلسطينية ودعم غزة ودعم الشيخ جراح، وهذا كان يعني شيء غير مسبوق، ولم تعهد القضية الفلسطينية من وجودها. هذا التحرك وطبيعة التغير الكبير الحقيقة يعود من وجهة نظري أنه بجانب تغطية وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام كان لها دور مهم جدا وفعال، لكن كان هناك دور قد يكون أهم واستثمار أمثل لوسائل التواصل الاجتماعي وبأدوار متعددة ومتكاملة. الحقيقة يمكن تكامل فيها الشعب، أو مش الشعب، يمكن الشباب الفلسطيني والعربي. كان من أهم هذه الأدوار ما قام به بعض المؤثرين العرب في تحويل منصاتهم وصفحاتهم إلى قنوات إخبارية تنقل الأحداث من القدس وغزة والداخل المحتل لحظة بلحظة عبر بث مباشر مع نشطاء، معتصمين، مواطنين. رأينا الشاشات يعني أو حسابات الإنستجرام في البث المباشر تقسم إلى 4 شاشات صغيرة، نافذة من القدس، نافذة من غزة، من اللد، مع مؤثرين في العالم، مؤثرين في مجالات متعددة حتى تقنية وتكنولوجية ورياضية وفي مجالات متعددة وبلغات أحيانا كمان متعددة لنقل الحقيقة والصورة أول بأول، وعمل تغطيات مفتوحة على مدار الساعة. وقد لاقت هذه اللايفات عشرات الآلاف من المشاهدين والمتابعين والشراك، وكان الحديث عنها والتأثير عميق وكبير جدا في هذا الموضوع. يعني بحب يعني اللي لفتني واللي يعني دائما إن شاء الله المرأة متميزة، يعني للعلم المرأة في هذا المجال تميزت على وجه الخصوص. يعني هو مش موضوعنا بس أنا دائما يعني الواحد هو بيبحث هو بتابع بيسعده لما بيشوف وجوه النساء يعني وهم نجمات مؤثرات. الحقيقة تميزت المرأة على وجه الخصوص، وجدنا نجمات كثر ساهمنا بشكل كبير في دعم المحتوى وعمل اللايفات والتواصل مع المؤثرين. يعني شفنا في القدس منى الكرد، شفنا بيعملوا بثات مباشر الاء حمدان، منى حواء، اسراء الشيخ، وكثر. الحقيقه ما ميز هذه التغطيه المباشره، نعود للموضوع، كانت تنقل كل ما يجري بعيد عن نحكي مقص الرقيب، بعيد عن اي سياسه تحريريه، ما في شيء ممنوع، ما في شيء الصوره هذه تناسب او لا تناسب. انت المشاهد في الاعلام الجديد في منصات التواصل الاجتماعي في البث المباشر تحديدا وجدنا انه كان بتلقائية وأعطى فرصة للشباب، أعطاهم مجال للتعبير عن رأيهم، نقل ما يجري بشكل كبير ومباشر وواضح وتلقائي. ما ميز هذه المنصات كمان أنه كان هناك شهدنا إشي تغطيات هذه، يعني إحنا بنسميها دائما الستوري يمكن أو القصص في الإعلام العادي، لكن هذه لها تسمية يمكن أوسع. احنا وجدنا انه في منصات اعتمدت على تغطيات المعايشة، هي بتعيش مع اهل الشيخ جراح، بتنقل معاشة، بتقلب معهم المقلوبة، بتتفاعل معهم، بتدي رسائلهم. وكان في كتير من عرب الداخل المشكورين كانوا يعني يقطعوا مسافات عشان يوصلوا على للشيخ جراح ولمناطق معينة بينقلوا فيها بشكل واضح الصورة متكاملة. فبرع صراحة نشطاء الداخل بالوصول للعائلات المهددة بالشيخ جراح ونقل تفاصيل حياتهم ومشاركتهم، مما أحدث تفاعل وتضامن عالي جدا. كذلك وجود نشطاء من داخل الأحداث ونقلهم أول بأول للأحداث زي منى الكرد ومحمد الكرد، وكثر الحقيقة في حي الشيخ جراح نشطاء من اللد زي منار وأخريات وآخرين، كانوا كمان من غزة مصورين ونشطاء بث مباشر بينقلوا المقاطع، بيعززوا الصورة، بينقلوا مباشر اللي بيحدث في كل مكان. يعني الحقيقة بتنا بتغطية مفتوحة، كانت الصورة أول بأول، الجميع كان يشاهد الاعتداءات من بداية ما قبل معركة سيف القدس، الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، اعتداء المستوطنين على أهلنا باللد، شاهدوا صور القتل، الدمار بغزة عبر النشطاء. باتت صفحات بعض نشطاء التواصل الاجتماعي الحقيقة هي مصدر من مصادر وسائل الإعلام الرسمية. حجم التداول للفيديوهات وللصور اللي بتنقل الأحداث والوقائع وحجم البث المباشر، يعني إحنا شفنا البث المباشر أو المقاطع يمكن لكل المناحي اللي تم تدميرها بغزة، شفنا الرسائل المواطنين ومناشداتهم وآلامهم ودماءهم في مستشفى الشفا، في أماكن المجازر اللي ارتكبها الاحتلال، شفناها مباشر.
مجزرة أبو العوف كان نقلها أول بأول، المشاهد في قصف الأبراج واستهدافها كان كله يشاهد العالم أول بأول، مشاهد الأطفال والجرائم الكبيرة اللي كانت تحدث في قطاع غزة في الحرب يعني الهمجية الأخيرة كانت كلها مباشرة. وحتى إحنا كنا في لحظات في البث المباشر سواء في القدس أو في غزة من بعض الضيوف كان يسمع الجمهور صوت القصف أو يراه بعينه، كان يشوف اعتداء المستوطنين بعينه، كان يتعرض أحيانا الجنود العظماء من النشطاء والمؤثرين في ذات اللحظة للاعتداء من مستوطن أو للاعتداء من 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 أصوات أو من قصف مباشر شاهده العالم. تداول الصور ومقاطع الفيديو ونقل الأحداث والمشاهد أول بأول في غزة، حجم ما تم تصديره عبر منصات التواصل الاجتماعي صار إلمام بشكل كبير بما يحدث من عدوان واستهداف لما هو كل هو فلسطيني في فلسطين. يعني حجم التفاعل من الجمهور الفلسطيني والعربي، تداول هذه المواد، نشرها، تناقلها، دعم المحتوى الفلسطيني بشكل كبير لوصول الرواية الفلسطينية، استخدام الهاشتاجات، التفاعل مع المحتوى، الحقيقة كان له دور كبير في التأثير في نقل الصورة والرواية الفلسطينية. كذلك كان دور للنشطاء عبر منصات تيك توك مثلا وإنستغرام تيليجرام، كان دور مهم في نشر هذه الرواية عبر فيديوهات القصف الإسرائيلي، قصف الاحتلال على قطاع غزة، جثث الأطفال والشهداء، مطالبات الاحتلال بالإخلاء، موضوع إخلاء القدس، استطاعوا إيصالها لشريحة الحقيقة مختلفة واسعة. يعني إحنا دائما بنشهد على يمكن منصة تيك توك مشاهد دائما هي بعيدة عن ثقافتنا العربية والإسلامية، بالعكس كان في مساحة كبيرة لمستخدمينها، إلا إنه حرب غزة، معركة سيف القدس الصراحة أديرت من قبل بعض النشطاء بشكل يعني رائع جدا، يعني رجع أملنا بالشباب، رجع أملنا بالشباب العربي بالشباب الإسلامي بأدوارهم، أمل كبير إنه هم قادرين على التغيير والتأثير، وإنه مهما يعني حاول العالم تعبئتهم تغيير توجهاتهم إلا إنهم الحقيقة جميعهم، لا، المظلة الفلسطينية هي اللي بتجمعنا، مظلتنا قضية القدس، المظلة الإسلامية بتضلها هي المحرك الأساسي لفعل الشباب. من الجميل أيضا أنه في منصات كثيرة تجاوز الدور مسألة النقل وتداول للفيديوهات إلى إنتاج فيديوهات تعريفية عن القضية الفلسطينية وأصلها، وعد بالوصول من وعد بالفور من أدوار الاحتلال أو أدوار حتى المطبعين في تغيير ملامح قضيتنا والجمهور، يعني صار إنتاج كمان. كمان من الأشياء الجميلة أنه انطلقت بعض التحديات على مثلا تيك توك تستهزئ بالاحتلال، وهذا وسع النطاق لجمهور أكبر أنه توصل المعلومة بشكل أو بآخر بطرق كثيرة. التطور الكبير الحقيقة في هذا التداول أحدث صدى عالمي وتفاعل كبير في تحريك الشارع، وقد كانت نتائج هذه المرة مختلفة، بالعكس كانت علامة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية. كان أهمها أننا بتنا نسمع مصطلح جرائم حرب، تطهير عرقي، فصل عنصري، أرض مسروقة في وسائل إعلام عالمية ومنصات تواصل اجتماعي، بالعكس استخدمها نواب في الكونغرس، إعلاميون، حقوقيون، مشاهير في الساحة الأمريكية ضد ما فعلوا الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وفي أشهر البرامج اللي بتابعها ملايين زي البرنامج الأمريكي The Last Night. والحقيقة مش معروف أو معهود ارتفاع يعني هذا السقف الانتقاد للاحتلال إلى هاي الدرجة في البرامج الأمريكية، يعني وهذا الجديد فيما أحدثه وتأثير الشباب ومواقع التواصل العربي أو الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي من العرب والمسلمين والفلسطينيين.
لم تتفاعل الطبقة السياسية فحسب في الولايات المتحدة، بل كان تضامن غير مسبوق من مشاهير هوليوود وعارضات أزياء ولاعبين لكرة القدم والسلة. وإن تراجع بعض المشاهير في بعض تغريداتهم، لأنه الحدث أثناء يمكن من بعض الضغوطات، إلا أنه الحدث كان كبير جدا والتفاعل كان غير مسبوق، واستخدم كلمات ومصطلحات مؤثرة بشكل كبير. كان من أبرز المتفاعلين في القضية مارك روفالو، اللي دعا إلى وقف ما يحدث يعني، ومنح الفلسطينيين حقوق مدنية كاملة ومتساوية. في بعض الممثلين زي الممثلة نسيت اسمها ساران دون أظن، أعلنت تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وحكت أنه يواجه تطهير عرقي وترهيب من الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين اليهود. يعني أنتم ملاحظين المصطلحات اللي بتستخدم، النعت أو الصفة اللي بتوصف للاحتلال الإسرائيلي. كمان كلنا تابع الحقيقة الدور الكبير جدا، وهذا إشي يعني لا يمكن أن ننكره، لعارضات الأزياء بيلا وجيجي حديد، اللي فعلا أصبحت حساباتهم مع منصات التواصل الاجتماعي للحديث عن العدوان، وكانوا من أبرز يعني الداعمين لهذا الشيء، وكان ناس عندها بالملايين وتغرد لملايين، فصار حراك يعني. كذلك أيضا في لاعبين كرة القدم والسلة زي ما حكينا، مشاهير تعاطفوا مع القضية، غردوا للقضية، وطبعا مشاهير عرب وعالميين، يعني ما في مجال لذكر الأسماء، بس هذا اللي أنا ذكرتهم. الحقيقة عملوا كي جديد حديث لم يعهد العالم العربي تحديدا، عفوا العالم العالمي تحديدا، الجمهور الأمريكي اللي فعليا على الأرض لأول مرة إنه تظهر هذا الحراك على الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية. حجم المظاهرات اللي كانت على الأرض، وحجم الولايات اللي شاركت، حجم كبير جدا، تطور كبير كان. الآن يمكن بدي أختم، يمكن مش عارفة إذا تجاوزت نعم. الوقت أو لا. بدي أختم إنه إحنا شو الدور المطلوب من النشطاء بعد انتهاء معركة القدس؟ يعني إحنا يعني وإحنا مطلوب الحقيقة، أول شيء إنه إحنا ما نستهين بدورنا، إحنا كلنا ما نستهين بدورنا. أي تغريدة، بوست، مشاركة، تفاعل، تعليق، لازم ندرك إنها نوع من أنواع المقاومة. يمكن أنا ما تحدثتش عن محاربة المحتوى، لأني أنا شفت في زميلات فضليات عزيزات هيتحدثوا، عشان ما نكررش الحديث هأترك المجال لمحاربة المحتوى والأدوار فيها. خلينا بس أنا بدي أحكي عن الدور المنوط فينا إحنا، إنه أول شيء لازم ندرك إنه إحنا يجب أن يكون إلنا دور فاعل. إحنا ما دام عندنا منصات تواصل اجتماعي وعندنا حسابات، حتى إذا ما عندناش حسابات لازم يصير لنا حسابات. كل شيء إحنا بنغرده أو نكتبه ونصوره وننقله ونشيره هو نوع من أنواع المقاومة، هو داعم بشكل أو بآخر بشكل كبير. كمان إحنا الحقيقة الشيء اللي نهائي، نحن لازم، وهذا بنقيسه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أو على مستوى فعالياتنا وأنشطتنا في العالم العربي والإسلامي والفلسطيني، مطلوب ألا تكون قضيتنا ترند وخلص، خلصت القضية، انتهت الحرب. لا، إحنا لازم نضلنا حاضرين في المحتوى، حاضرين في تداول المحتوى، حاضرين بالهاشتاجات، حاضرين بالمواد، وما تكون القضية الفلسطينية وهي القضية المحورية والمركزية لكل المسلمين، إنها تكون في لحظة إذا هدأ أهل الشيخ جراح هدأنا، وإذا طلع المستوطن سكتنا. لا، إحنا في أرض محتلة، وأقدس بقاع الأرض هي تحت الاستيطان والاحتلال الجائر. قطاع غزة بيتعرض لحصار منذ 15 عام بصراحة بأقصى أنواع العذاب. مهما يعني الواحد تحدث عن هذا الموضوع، هو موضوع حي لأنه الجرح موجود. فإحنا يجب أن لا نجعل قضيتنا هي قضية ترند وتنتهي، وأنه إحنا نظل مساهمين وفعالين في منصاتنا وعبر حساباتنا لهذه القضية. وشكرا جزيلا لكم، وبارك الله فيكم على هذا الجهد، وأتمنى أنها تكون يعني المحاور هيك وضحت بشكل متسلسل وسهل وسريع. نعم عزيزتي، شكرا الله لك. يوجد سؤال من زكية عاشور أحمد، لو يتم فتح المايك لها. طيب،
اتركي سؤالك أختي زاكية في صندوق الدردشة. نتحول الآن بالسؤال لضيفتنا أستاذة هديل. أستاذة هديل الزعبي، أستاذة هديل، يعني ما برأيك يعني ما مظاهر انتشار فوضى بعض المصطلحات الإلكترونية طبعا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعدوان على غزة؟ طيب، وأسباب هذه الفوضى طبعا مع ضرب بعض الأمثلة، وإذا يعني يوجد هناك بعض الشخصيات المؤثرة المعاصرة في فلسطين التي حاولت جاهدة العمل على اندثار هذه الفوضى في المصطلحات والإلكترونية في بعض المحتوى الذي يعني يستخدمه الاحتلال، أو يعني برأيك يعني هل هناك سياسة ممنهجة من العدو الصهيوني لاستبدال الكلمات الصحيحة بغيرها بهدف طمس الهوية الفلسطينية ونشر الأكاذيب الصهيونية؟ نعم عزيزتي تفضل. نعم، السلام عليكم. عليكم لو سمحتي فقط هناك عرض باور بوينت قد أرسلته للمشاركة. نعم نعم، بإمكانك الحديث ريثما نشغل العرض. نعم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية سنبدأ إن شاء الله بالحديث عن أول عملية تزييف حدثت لمصطلح غيرت المعنى الأساسي. طبعاً هي هذه أول عملية، هذه قد حدثت في عندما أراد إبليس إغواء آدم وحواء عليهما السلام بأن أسمى الشجرة التي حذرهم الله منها شجرة الخلد، أي أنه غير لها معنى كامل، زيف معناها الدلال. لننتقل لموضوعنا، أريد أن أتحدث عن فوضى قد سادت وسائل التواصل الاجتماعي، فوضى بشتى المجالات، وبطبيعة الحال هذه الفوضى والعشوائية التي سادت هذه الوسائل تؤثر بشكل واضح على ثقافتنا، على حضارتنا، على مفاهيمنا، تقلب الموازين في القضايا. هذا ما نشهده بالفعل. نخصص أكثر، نتحدث عن الفوضى في المصطلحات. هذه الفوضى التي طالت المصطلحات واستخداماتها، لا سيما في الآونة الأخيرة في البطولة التي رأيناها من المقاومة الفلسطينية تجاه الاحتلال الصهيوني، كان من الواجب على الأشخاص في الداخل الفلسطيني أو في الخارج التفاعل مع هذا العمل البطولي من خلال التغطية المباشرة أو التعقيب والتعليق على الأحداث أو استخدام الهاشتاجات. هنا يبدو لنا أن بعض الاستخدامات كانت ربما خاطئة بغير قصد. دخلوا في غمار هذه الفوضى، استخدموا مصطلحات على غير ما يجب، وساعدوا في انتشارها، كون أن من قام بهذه الاستخدامات هم إعلاميين، هم مؤثرين في السوشيال ميديا، أثروا بشكل كبير على المتلقين، على المتابعين، حيث أن المتابع أصبح يرى أن هذا المصطلح المستخدم من قبل هذا الإعلامي أو قبل هذا الشخص من المؤكد أنه غير خاطئ، فأخذه واستخدمه أيضا. هنا توسعت الدائرة للاستخدامات. لكن دعونا نتحدث عن أسباب الاستخدامات هذه، هل هي كانت مقصودة أو غير مقصودة؟ بطبيعة الحال أشخاص مناصرين، أو دعنا لا نقول مناصرين، أشخاص أصحاب القضية، فنحن أصحاب قضية، لن يستخدموا المصطلحات الخاطئة، لن يزيفوا، لن يزوروا، لكن هناك أسباب دفعتهم بغير قصد لهذا الاستخدام. منها أولاً الطبيعة المتداولة. أنا عندما أفتح منصة الفيسبوك
ثم الإنستغرام ثم العديد من المنصات. وأرى المصطلح ذاته يستخدم مرارا وتكرارا من العديد من الأشخاص، وربما في استخداماته في هاشتاجات أصبح يعني ترند كما يقولون. هنا أستخدمه أنا أيضا، أراه جيد، أراه صحيح، أصبح أنا مع الموجة، أستخدم هذا المصطلح مع الموجة. أيضا لدينا الانفتاح الثقافي، نحن اليوم منفتحون بشكل كبير، لم نعد نمحص في الثقافة، في المدلولات التي تصل إلينا في هذا العالم الرقمي الكبير. هناك سبب ثالث أيضا هو نسبية المعنى، أي أننا لا نقف على معنى واضح للمصطلح، فهو يحتمل الصواب والخطأ، يحتمل الحق والباطل، تضع هنا الأمور. ومن المؤكد أن النسبية دوما تأخذنا إذا مشينا مع السلب تأخذنا نحو الخطأ. السبب الأخير هو الاتجاه نحو استقطاب الأسهل والأسرع، فالشباب اليوم من المعلوم أنهم لا يعمدون إلى القيام بالبحث والنقد والمراجعة لأي معلومة، لأي مصطلح يورد عليهم، بل يختارون الجاهز بين أيديهم ويستخدمونه. في هذه الحالة نحن نبحث عن الأسرى والاحتلال يقدم لنا، فقط يجهز، يدرس، يجهز، يقدم لنا، ونحن نأخذ وننشر. إن هذه الفوضى أدت بطبيعة الحال إلى آثار ترتبت من جراء الخوض في هذه الفوضى، منها التبعية الثقافية وذوبان الهوية. ودعنا نخصص أكثر ونقول ذوبان القضية. القضية الفلسطينية اليوم تذوب، تتماهى، نكاد نصل إلى جيل لا يعرف من صاحب الحق. لماذا؟ لأننا دخلنا في هذه الفوضى والعشوائية ولا نعرف سبيلا للخروج منها. ودعونا أيضا نؤمن بأن أول خط للدفاع هو أن نحمي أنفسنا ونحمي أمتنا من الدخول في غمار خلط المفاهيم وعدم فهم أو الوصول للمفهوم أو المصطلح الصحيح، لأننا بهذه الطريقة نحمي أنفسنا وأمتنا وقضيتنا. أيضا هناك أسباب مثل التعميم، تصنيفات غير موضوعية، خلط مفاهيم، الوصول إلى مصطلحات مراوغة غير واضحة، الهدف منها تضليلي بشكل واضح، وأيضا الإحلال والإقصاء. هذا الإحلال والإقصاء للمصطلحات أو المفاهيم أو الركائز الإسلامية الصحيحة يحدث بشكل واضح، ويحل محلها المصطلحات التي يريد الاحتلال إيصالها لنا، أن يجعلنا نتبناها. سأكمل إذا إن شاء الله بالسلايد القادم، سأتحدث عن بعض هذه المصطلحات المستخدمة، بعضها فقط وهي قلة قليلة. هذه الأمثلة التي أذكرها الآن هي قلة قليلة مما يستخدم المصطلحات من الإعلاميين أو مننا نحن كأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي. مثلا نقول الكيان أو دولة إسرائيل، هم بهذا المصطلح يكتسبون شرعية منا، نحن نعطيهم شرعية بأن نسميهم دولة، بأن نسميهم كيان. هم احتلال صهيوني قائم على أرض غير أرضه وليسوا دولة. لماذا يأخذون الشرعية مننا؟ نحن ندافع عن قضية فلسطينية وفي نفس الوقت نعطيهم الشرعية. جيش الدفاع الإسرائيلي، هذا المصطلح سمعناه في الآونة الأخيرة بكثرة، جيش الدفاع، أي أنهم لهم حق في الدفاع. هم يتعرضون للهجوم أو لاعتداء ويدافعون عن أنفسهم، هم قوات احتلال.
هذا الاحتلال الصهيوني أقام لنفسه قوات احتلال تقوم بالعدوان، تساعده في العدوان وليس في الدفاع، لأنه لا يدافع بل يعتدي. أيضاً عرب إسرائيل، هذا المصطلح الذي يطلق على على فكرة هو في الفيسبوك شخص لا أتذكر اسمه، لكنه يقول أنا من عرب إسرائيل وهو فلسطيني، يروج بكثرة لهذا المصطلح ويقصد به أنهم فلسطينيو الداخل المحتل. هم فلسطينيو الداخل المحتل وليسوا عرب إسرائيل، لا ينتمون لها، ولا وجود لهذه الإسرائيل التي يزعمون أنهم ينتمون لها. نزاع عقاري، هذا يربطنا بقضية حي الشيخ جراح. ما يحدث في حي الشيخ جراح ليس نزاع عقاري، إنه احتلال استيطاني. إنهم يخرجون ويهجرون أصحاب البيوت ليحتلوا بيوتهم، وليسوا في نزاع عقاري معهم، هم ليسوا أصحاب حق في هذا العقار وداخلين في نزاع مع شخص آخر يدعي أنهم صاحب حق، هم يقومون باحتلال استيطاني. صراع، ما يحدث من قبل الفلسطينيين مع قوات الاحتلال هو ليس صراع، هو نضال، هو بطولة، هو دفاع عن حق وليس صراع. حتى الاشتباكات، لا، ما يقوم به قوات الاحتلال مع الفلسطينيين هو ليس اشتباك، هو عدوان، اعتداء، سلب للحقوق، سلب للحريات. أهم حق في هذه الحياة هو حقي في الحياة، في أن أعيش. هم يسلبون الفلسطينيين هذا الحق من خلال هذا المصطلح الذي يدعى اشتباك. إنه عدوان، إنه اعتداء. لذلك بارك الله بكم، كونوا متيقظين جدا من أي مصطلح يعرض عليكم أو يستخدم، حتى لو كان من شخص مؤثر، لو كان من شخص ربما متخصص، لا أقصد متخصص في السياسة، متخصص في شتى المجالات، لكن تجدونه قدوة، تجدونه لديه المعرفة أو ما شابه ذلك. قوموا بالنقد للمصطلح، مراجعته، البحث في حيثياته، متى أطلق أول مرة، ممن استخدم أول مرة. نعم، إن شاء الله سأتحدث أيضا عن قضية أو عن شخصية مهمة مرتبطة بهذا الشق الذي نتحدث عنه، هو الشيخ رائد صلاح. أولا سأتحدث قليلا عن طمس الهوية البصرية أو الهوية الوطنية للفلسطينيين. يقوم قوات الاحتلال بشكل ملحوظ بمحاولات عديدة منذ بداياته بأن يطمسوا الهوية الوطنية والبصرية للفلسطينيين. يحاولون أيضا أن يضفوا طابعا يهوديا على ما يستطيعون الوصول إليه، وخاصة القدس لتصبح بقعة يهودية خاصة بهم، في حين أنهم يقومون بالظهور إعلاميا بلباسهم وعتادهم ويمارسون طقوسهم بكل حرية، يمنعون الفلسطينيين من القيام بذلك. لما؟ لكي يسهل على المتلقي بأن يتقبل رؤيتهم، يتقبل طقوسهم، يتقبل أنهم يعيشون على هذه الأرض بأريحية، في حين أن التراث أو التقاليد أو الطقوس أو اللباس الفلسطيني غائب عن النظر، أنساه. أنا كمتلقي خارج فلسطين أو كشخص موجود في فلسطين أنساه، لكون الفلسطيني حتى وهم يجولون في الشوارع لا يسمح لهم بأن يتجولوا بطريقة توضح تراثهم أو هويتهم. هنا أقول أن الدور الصحيح الذي يجب أن الصوت منخفض أقول أن الدور الذي يجب أن يكون في هذه النقطة هو للإعلام وللأشخاص الموجودين في الداخل الفلسطيني في تسليط الضوء على التراث وعلى التقاليد الفلسطينية وإيصالها إلى العالم.
نرى اليوم كما تفضلت الأستاذة فيدا أن العالم اليوم يعني أقوم بإرسال فيديو واحد يستطيع أن ينتشر في كافة أنحاء العالم بكل سهولة. إذن عندما نسلط الضوء على هذا التراث، على هذه الهوية، نحن نحاربهم، نحن ندافع عن حقنا في أن يكون لنا هويتنا الواضحة والظاهرة، في أن نقول أن هذه البلاد حقنا. من هنا أنتقل إلى قضية الشيخ رائد صلاح الذي عانى معاناه في سجون الاحتلال، من سجن عدة مرات، من اعتقالات عديدة، من محاولة اغتيالات، من حظر حركة ومنعه من دخول القدس والمسجد الأقصى، وهي قائمة حتى الآن منذ عام 2017 حتى اليوم. مع كل ذلك نرى أن الشيخ رائد يقف في بقعة هي بقعة المبادئ والثوابت، يقف في هذه البقعة مدافعا عن حق القضية الفلسطينية في أن تكون كما يجب، في أن يطلق عليها المسمى كما هو. ليس من الخفي على أحد ما طلب منه في عام 2017 عندما خرج من السجن، أخوان، طرح عليه شروط ليتم فك حظر حركته، ألا وهي أولا أن يدخل الكنيسة. هو مجرد دخوله لهذا المكان فهو قد أعطاهم موافقة منه على شرعيته، أن يكتب ويحث الناس على التعايش مع اليهود، هم يعرفون أنه قام، أن الناس تتفاعل معه، لذلك يريدون منه أن يتوجه هو للناس بأن يدعوهم للتعايش مع اليهود. طلبوا منه أيضا أن يغير مواقفهم من قضية المسجد الأقصى وما إلى ذلك. طبعا قبلت هذه الشروط بأن داسها الشيخ رائد صلاح ولم يوافق عليها بالطبع، ووقتها قام بالوقوف أكثر على مبادئه والدفاع عن الثوابت الإسلامية والعربية والفلسطينية، وناصره العديد من الأشخاص، العديد أقصد الكثير، يعني كان التضامن معه واضح. هنا عذرا، لا، هنا حكم عليه أو تقرر محاكمته بقضية اسمها ملف ثوابت. سجن على إثر هذه المحاكمة طبعا، و عفوا، حكم على إثر هذه سجن على إثر هذه المحاكمة، وله كتاب فيها اسمه معركة الثوابت، لمن تحب الاطلاع عليه. أريد أن أنهي الآن، وأوصيكم أولا بأن نسلط الضوء أكثر على قضايا مثل قضية الشيخ رائد صلاح، بأن نوصل هذه القامات للجميع ليعرفوا عنها، ليدرسوا حيثيات اعتقالهم أو سجنهم، ويمشوا على خطاهم إن شاء الله. وأريد أن أوصيكم بأن نحذر وننتبه لهذه الفوضى المتعمدة باستخدام مصطلحات تودي بنا إلى أن نصبح الحليف دون أن نعلم أننا الحليف. نحن نؤيد دون أن نعلم أننا نؤيد. جزاكم الله خيرا على الاستماع. وجزاك عزيزتي هذه البركة، الله فيك. بس ربما من المهم أن أضيف، هناك أيضا مصطلحات، يعني أغلب الخارج فلسطين يعني لا يدركها، هناك الداخل المحتل، وهي أراضي احتلت في، يعني تسمى حاليا الداخل المحتل 48 وليس عرب إسرائيل فعلا كما تفضلتي أختي هديل. أيضا هناك مصطلح الحرب، طبعا كل أغلب الإذاعات ومحطات التلفاز استخدمها الحرب، هو مصطلح للعلم يعني من المصطلحات الخاطئة، لأنه الحرب تعني دولة مقابل دولة، ولكن لو استبدلنا بالعدوان كأن دولة مثلا قوية تحارب ضعفاء عزل، وهو هذا الأصل.
نعم، الآن نتحول بالسؤال للأستاذة زهرة، موجودة معنا. أستاذة زهرة، نعم نعم معك. ما تعريفك معنا لمنصات التواصل الاجتماعي؟ حياك الله، نعم أسمعك. وما أهمية هذه المنصات وأسباب قدرتها التأثيرية؟ لو يتم تسليط الضوء مثلا على الدور الإيجابي وكذلك السلبي في مناصرة القضية الفلسطينية، أيضا حظر هذه المناصرة وتقييد النشاط والتفاعل كما وكبنا في أثناء العدوان، كيف كان الفيسبوك يقيد نشاطات الرواد لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر من ذلك خلال تفاعلهم سواء بمنشورات تتعلق بالقضية الفلسطينية أو حتى يعني من قريب أو من بعيد، ساعات لا تتعلق، لكن هناك مصطلح لأنهم هم يتعاملون مع خوارزمية معينة يكون مشابه فيحضر المنشور. كيف لنا التغلب على هذه الإجراءات التعسفية ومواصلة النصرة وتأييد القضية؟ أيضا كيف ممكن نأثر من خلال السوشيال ميديا على الوعي بالقضية، وكيف ممكن نستثمر ذلك في تحقيق مشاريع مناصرة ودعم على أرض الواقع فعليا، وحبذا لو كان هناك نماذج تطبيقية. نعم عزيزتي تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذا الجمع الكريم وكل من يتابعنا، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله رب العالمين أن سخرنا لكي يكون لنا دور، ولو كان دورا يعني نخجل فيه من أنفسنا أمام هذه التضحيات والبطولات وهذا البذل والعطاء من أهلنا في أرض الرباط، في غزة وفي بيت المقدس وفي أكنف بيت المقدس، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، ونقول لهم يعني أنتم رفعتم رؤوسنا، وأنتم ما زلتم في كل مرة وفي كل كرة تحيون الأمة من جديد، فجازاكم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم وأن يثبتكم ومزيد من العطاء، وإن شاء الله تعالى يثبتنا الله عز وجل لنكون معكم، وأن يكون هناك فتح ونصر قريب، ونصلي جميعا في الأقصى المبارك بعد تحريره، وما ذلك على الله بعزيز. أنطلق في مداخلتي أحبابي الكرام التي هي بعنوان دور وسائل التواصل الاجتماعي في مناصرة القضية الفلسطينية، وسأتكلم فيها في نقاط موجزة في الآتي. أولاً، تعريف السوشيال ميديا، ماذا نقصد بالسوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، ثم ما أهميتها وما مدى قدرتها التأثيرية، ثم سأقدم إضاءات حول الدور الإيجابي الذي لعبته هذه الوسائل خلال هذه الفترة من بداية الأحداث في حي الشيخ جراح في الأقصى، ثم بعد ذلك ما حدث في غزة، وأيضا سأحاول أن أقدم نماذج تطبيقية للمناصرة والدعم، وكيف كان للسوشيال ميديا دور فيها. أيضا سأتكلم في وقفات حول القدرة على تحدي الأدوار السلبية التي مارستها بعض منصات التواصل الاجتماعي في محاولات للحظر أو محاولات للتغطية وعدم نشر بعض المحتويات، وكذلك ربما كما قلت أشير إلى كيف نستمر في هذا الدعم وفي هذه المناصرة وفي هذه الخطوات دون أن نكل ونمل، يعني أن نستمر جميعا، نحاول أن نستمر لتفعيل أدوارنا في تجاه هذه القضية وتجاه هذا الصمود لأهلنا هناك، وتجاه هذا العدوان والاعتداء من هذا المحتل الغاصب. أبدأ على بركة الله. تعرف الحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالسوشيال ميديا، تعرف بأنها التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تستخدم للتواصل مع الآخرين
ونشر المعلومات عبر شبكة الإنترنت العالمية، فهي إما تطبيقات أو مواقع إلكترونية مثلا فيسبوك، تويتر، تليجرام، اليوتيوب، الإنستغرام يعني. وبين الحين والآخر أو يتم استحداث منصات جديدة ويتم تطوير هذه المنصات، يعني كل منصة تصبح فيها مثلا بث مباشر، فيها كيف أنك أنت تنزل قصة، كيف أنك أنت تنزل فيديوهات، كيف يتم النشر بطرق مختلفة. فتعددت هذه الوسائل وهي كلها يتم فيها التواصل مع الآخرين في بث لقاءات، في غيرها، في نشر معلومات إلى آخره عبر الشبكة العنكبوتية أو شبكة الإنترنت. وطبعا لا يخفى عليكم اليوم أهمية هذه الوسائل من عدة زوايا لعلي أشير إليها. أولا تنوع أساليب العرض فيها، فأساليب العرض فيها مختلفة، كتابة، فيديوهات، صور، بث مباشر إلى آخره. فتنوع هذه الطرق، طرق العرض، تجعل كل إنسان ممكن أن يساهم فيها، يعني حتى الذي لا يستطيع أن يصنع محتوى يستطيع أن ينشره، حتى الذي لا يملك مثلا قدرات لغوية أو كتابية كبيرة هو يستطيع أن يسجل بأي لهجته أو بأبسط ما يكون، أو يسجل صورة أو إلى آخره. فإذا تنوع أساليب العرض فيها هذا يعطيها براح كبير جدا من المتفاعلين، يصبح هناك تأثير بصري وتأثير سمعي وتأثير حتى حركي، لأن في حركة فيديو كذا، كل هذا طبعا لا يخفى عليكم أنه يؤثر في الناس. ثم سعة انتشارها، الآن هذه الوسائل تكاد تغطي العالم يعني، وهي أصبحت معيار من معايير الحضارية والمدنية. وكل ما كانت الإنترنت ومتوفر وجودته عالية في بلد من البلدان دل ذلك على رفاهية هذا البلد، لكن حتى في كل البلدان يعني أصبحت تقريبا لا نستطيع أن نقول إلا ممكن مناطق نائية أو غيرها، كلها أصبحت انتشرت فيها هذه الوسائل يعني انتشارا كما نقول كميا كبيرا جدا. ثم لو تكلمنا عن فئات المجتمع هي أيضا انتشرت بين كل طبقات المجتمع تقريبا أو كل، فيستخدم فيها الرجال والنساء الفئات المختلفة، يعني رجالا ونساء من الجنسين صغارا وكبارا، حتى الكبار الذين حتى تعليمهم ربما قليل في بعض المدن وغيرها أصبحوا يستخدمون هذه الوسائل، فأصبحت وسيلة للتواصل بين الأفراد المجتمع ووسيلة للاطلاع على الأخبار والمعلومات، بل أصبح من الروتين اليومي للشخص تقريبا لكثير جدا من الأشخاص على مستوى العالم، وحتى في منطقتنا هذه المنطقة الإسلامية التي تحيط بالقدس والمنطقة العربية وغيرها، أصبح يعني من الروتين اليومي أن الإنسان يطلع على مثلا صفحات التواصل في الفيس أو في التويتر أو في غيرها ويرى التغريدات أو يرى المناشير المكتوبة المختلفة، فأصبحت كأنها هي جزء من الحياة. أيضا ارتباطها بالجمهور، الارتباط المباشر، يعني أنت لا ترتبط مباشرة مع هذه الوسائل وتصلك إلى 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 مكانك، إلى مكان نومك، إلى سريرك، إلى في الشارع، في أي مكان أنت تذهب إليه تصلك هذه المحتويات مع قدرتها التفاعلية يعني والجذب الذي جاذبيتها، لأن التنوع الذي فيها من صور وفيديوهات وغيرها يخلق نوع من يعني الجذب للمشاهد، وهذا يفهمه كل الناس وخاصة الدارسون في الإعلام. ثم آلياتها التفاعلية، يعني مثلا تسمح لك بالتعليق، بردود فعل، بأنك أنت تشير بإعجاب أو بعدم إعجاب أو إلى آخره، وكل فترة وفترة تطور هذه المنصات طرقها التفاعلية مع الناس. بقي أيضا أنه سبحان الله العظيم، يعني كما قلت أنت لا تحتاج اليوم أحيانا، لا نحتاج إلى أن مثلا إنسان مثلا لكي تؤسس فضائية على سبيل المثال، هذا يحتاج إلى أموال وإلى ضخ وإلى خبراء وإلى آخره، لكن هذه الآن ممكن شخص يصبح يكون شبه استوديو ورأينا أناس يفتحون قنوات عبر اليوتيوب وغيرها ويسجلون فيها محتوياتها. طبعا هذا المحتوى بطبيعة الحال قد يكون ضحلا وسلبيا ويمرر
أفكارا غير سوية ومناقضة للدين وإلى آخره، وقد يكون إيجابيا وفيه نحي قضايا الأمة ونقدم المعلومة الطيبة، ومثل الآن نحن هذا اللقاء أيضا عبر السوشيال ميديا ونناصر قضايانا وإلى آخره. فاستخدامه إيجابا وسلبا هذا حسب الشخص وحسب إذا كان هناك يعني مجموعات أو مؤسسات أو غيرها تريد أن تمرر أفكارها وتسوقها سلبا أو إيجابا، وهنا يأتي الضمير المسلم وقناعاته الإيمانية وثوابته التي يعني تجعله يغربل ما يصله أو لا يلتفت إلى بعض يعني الصفحات أو غيرها التي فيها الغث أكثر من السمين. لكن هذا أيضا أخواتي الكريمات لا يجعلنا نتحول إلى حالة التسخط إن صح التعبير، بمعنى بعض الناس يبدأ يتكلم عن السوشيال ميديا وفعلت وغيرت الشباب وخلقت أجيالا تافهة وإلى آخره وأجيالا لا تقرأ و ثم نولول كل هذا دون أن يكون لنا القدرة ودون أن يعني هذا الأمر متاح للبر والفاجر كما يقال، للصالح والطالح، لصاحب الحق وصاحب الباطل. فلماذا لا يكون لنا نحن هذا الدور؟ ولماذا لا نحاول بالفعل أن نقترب من شبابنا ومن فتياننا وفتياتنا وأن نجعل لهم أيضا دور في قضايانا وفي نشر الخير وفي بث العلم الحقيقي وفي زرع القناعات والقيم وفي محاربة كما تفضلت الأخت الكريمة كل حتى التغيير في الهوية ومحاربة المصطلحات السلبية وكل هذا. لا شك أن هذه المنصات أنا في نظري هي عبارة عن سلاح بأيدينا نحن نستطيع أن نفعله إن شئنا أن نستخدمه ضدنا بسكوتنا أو بتخلينا أو بانجرافنا لأولئك الذين لهم قدرات ويلبسون الحق بالباطل، أو أننا بالعكس نفعل هذا السلاح في الاتجاه الخير ونجعله يخدم قضايانا وأمتنا وديننا وبلداننا ومجتمعاتنا. فنحن بالخيار من هذا، واليوم الشباب ما شاء الله والفتيات عندهم قدرات كبيرة جدا، فبالعكس لو نستثمرها نستطيع أن نفعل الكثير. ولعلي من هنا أنطلق للنموذج التطبيقي الذي عشناه في دور السوشيال ميديا اللي هو الإضاءات حول هذا الدور الإيجابي الذي أدته السوشيال ميديا. قبل كل شيء طبعا أشكر الأستاذة تداخلت، أعتذر لم أنتبه للإسم جيدا، لكن بالفعل هي قدمت مجموعة من الأداءات اللي ممكن أشاركها فيها، لكن أضيف ما بعد ذلك حتى لا أكرر الكلام يعني. فسبحان الله وجدنا أولا متابعة كبيرة جدا، يعني تكاد في تلك الأيام من أواخر شهر رمضان المبارك من قبل ما بدأ الإعلان عن محاولة الاعتداء في اليوم 28 من شهر رمضان المعظم على محاولة الاعتداء العدو الصهيوني والعصابات الصهيونية وأولئك المستوطنين المتشددين في ويعني إعلانهم عن هذا الموعد، موعد اقتحام الأقصى قبل ذلك، وما حدث في حي الشيخ جراح يعني بدأت من منتصف رمضان أو قبل، يعني حقيقة هي من قبل ذلك، لكن الهبة أكثر أو كما يقولون الموجة ارتفعت أكثر من بعد منتصف شهر رمضان وفي أواخر شهر رمضان. يكاد يكون يعني المنصات أخذت هذا الأمر يعني في اتساع كبير جدا، الكبير والصغير والنساء والرجال، حتى أولئك الذين لم يكونوا يهتمون كثيرا بقضايا الأمة ولا تهمهم إلى أمورهم الحياتية، رأينا أنهم ينشرون منشورات وينشرون الأحداث وانتبهوا والموعد وكيف سنفعل ونحن مع القدس ويعني كل هذا. فانتشرت الأخبار الكبيرة أو الكثيرة جدا عبر هذه المنصات وتابعت بشكل كبير جدا، أصبح كل واحد أو كل شخص عبارة عن زهرة. عفواً لو تعلي الصوت شوي بس بعد إذنك، يكتبون لنا في التعليقات الصوت منخفض، بس لو تعلي الدرجة. طيب أنا والله أعلى ما عندي يعني الآن أحسن. الله يعطيك الصحة، واصلي واصلي الآن أحسن.
أنا إن شاء حتى الله أنا نحن كنت مسموع لدينا، ولكن وردت لدينا تعليقات الصوت منخفض يعني سواء على تمام، الفيس أو هنا. أنا عليت في يعني في أقصى طيب وأتكلم حتى بصوت مرتفع، أدرك يعني مشاكل، بعض المشاكل التقنية، فأستمر. فسبحان الله، يعني هذه المتابعة الكبيرة جدا، كأن الناس كل واحد منهم تحول إلى مراسل إخباري، أو يعني يكاد كل بيت يتحول إلى محطة فعلا، ويقومون بنقل الأخبار. طبعا أقول وأعرج هنا أن هذه الأخبار جزء منها تم استقاءها، يستقونها الناس من بعض الحقيقة المحطات الفضائية التلفزيونية التي كان لها دور كبير جدا حقيقة في بمراسليها، بمتابعاتها لحظة بلحظة. فهذا يعني خلق الناس، يعني سلطت الضوء عليها وبدأت تتابعها بشكل أكبر، وهذا يعني خلق لهم مصداقية إلى حد كبير في أنهم بالفعل كان لهم دور في هذه المتابعة، فهذه يشكرون عليها، وهذا جزء من واجبهم، ولكن أيضا يشكرون عليه في ظل هذا الاندحار والتطبيع والبعد عن قضايا الأمة، وخاصة قضية فلسطين. هناك أيضا كما قلت، فأصبح عندنا يعني أخبار، صور، فيديوهات، هاشتاجات، تدوينات، أصبح الناس تعبر تغرد، كثرت عدد الهاشتاجات بشكل كبير جدا، أنقذوا حي الشيخ جراح، غزة تحت القصف، ثم غزة تنتصر، نحن مع الأقصى، إلى آخره، يعني بشكل كبير جدا. فكما قلت، حتى تحول جمع كبير جدا من أبناء أمتي، لا أقول من أبناء الأمة فقط، بل أقول أيضا ولله الحمد والمنة حتى أحرار العالم. يعني رأينا ما شاء الله، يعني تعبيرات وتغريدات وفيديوهات سجلت، ومداخلات ساخنة إن صح التعبير، بمعنى يعني قوية وجريئة، من بعض الإعلاميين والصحفيين، بل وحتى السياسيين في أوروبا وفي غيرها، أنهم يعني وقفوا ضد هذا الأمر وتكلموا بصوت عال، ووصفوا العدو بأقدح ويعني الأوصاف. ثم كما قلت، أصبح هناك أيضا نتيجة لهذا التفاعل، تكونت مجموعة من هذا التفاعل الواسع للناس مع الأحداث والاستفادة الكبيرة من هذه الوسائل، تشكلت مجموعات فاعلة مؤثرة تسعى لرفع الوعي بالقضية الفلسطينية. يعني أصبح هناك مجموعات على الواتس، على الفيس، على غيرها من المنصات هذه، كلها مجموعات، مثلا إذا كان طلبة جامعيين، إذا كان أساتذة، إذا كان أو حتى مختلفون، يعني تجد دعوة لأن ندخل في مجموعة ونتبادل أفكار، وكيف سننصر أخواننا في غزة، كيف سيكون لنا تأثير، كيف سيكون لنا تأثير ليس إعلامي فقط ولكن على أرض الواقع. فتحولت هذه هذا التفاعل أصبح ينطلق إلى جانب، إن صح التعبير، تنظيمي جمعي، ثم إلى جانب حتى تطبيقي، يعني دعوة مثلا لوقفة احتجاجية أو وقفة تضامنية، دعوة لأن مثلا نجعل كل الأيقونات على الفيس كلها فيها المسجد الأقصى، أو فيها شعارات لمناصرة غزة إلى آخره. كل هذا يعني خلق موجات من التضامن والدعم، وكما قلت تحول إلى شيء عملي، لأن العديد من حملات المناصرة وحملات الدعوات التظاهر وعديد من الحملات حتى الإغاثية بعد ذلك لأهلنا في غزة وفلسطين انطلقت عبر السوشيال ميديا، وأصبح هناك البحث عن طرق لإيصال هذا الدعم وتقديمه، ومشاركة كل الناس، يعني ليس في البلد فقط مثلا كل أهل بلد فقط، وإنما ربط بين مجموعة من البلدان. وشخصيا يعني ما شاء الله أقيمت انتشرت ظاهرة الفعاليات المختلفة الأدبية والفكرية والثقافية حول ما يحصل، وبالتالي بدأ فيه أناس تنشط في التعريف بغزة، تعريف بالأقصى، تعريف بالأحياء المقدسية، ما هي القضية، كما أشارت الأخت الفاضلة التي تحدثت عن المصطلحات، ليست المسألة معناها صراع على حدود أو شيء من هذا القبيل، أو لا والله
مشكلة عقارات، لا، الناس بدأت تتضح لها وانتشرت مجموعة من المحتويات لتوضح هذا الأمر، المسألة، وحتى بلغات مختلفة، باللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها، وحتى بعض الذين قاموا بها جزء منهم من أبناء أمتنا وجزء منهم أيضا من العالم. فكل هذا أصبح التعريف بالقضية أن هناك محتل جاء ليحتل هذه الأرض وليسلب الناس حقوقهم، ونحن في عالم يدعي فيه الحقوق وكذا. أيضا أصبح من خلال هذه المنصات، لا أدري هل الوقت اقترب؟ طيب، لا تفضل يا عزيزتي. تمام. أصبح حتى من خلال هذه المنصات يعني استفيد منها في إقامة كما قلت ندوات، و يعني إن صح التعبير التواصل مع النخب، سواء في العالم على مستوى العالم الإسلامي أو حتى على مستوى العالم كافة. يعني أصبح هناك مشاركات لسياسيين، إعلاميين، صحفيين، علماء مختلفون، نخب، طلاب إلى آخره، أقيمت مثل هذه الفعاليات الكبيرة. هناك أيضا مسألة التوثيق، التوثيق من خلال كما قلت أنه بعض الفضائيات التي لعبت دورا تشكر عليه، بارك الله فيهم، ولكن أيضا التوثيق الآن ربط مباشر، يعني كثير من النشطاء داخل الأقصى والمرابطون والمرابطات وتلك اللقطات، وتحول كل منهم إلى مراسل، وأهلنا أيضا في غزة لم يقصروا، وأهلنا في كل فلسطين، فأصبح هناك ارتباط، يعني كل ما شاء الله، يعني عديد الفعاليات التي أنا شهدتها أو سمعت عنها أو تابعت جزءا منها، نجد مثلا من ليبيا يتواصلون مباشرة مع الأخوات في غزة وفي المسجد الأقصى المبارك، ويعني هذا ما فيه من رفع المعنويات ومن حديث مباشر ومن شعور لكل هؤلاء بأننا نحن فعلا معكم ونحن نتابعكم ونحن نعيش معكم. حتى العيد هذا العام كان مختلف، العيد كله نريد أن نصلي في غزة، نريد يعني نريد أن نصلي في الأقصى، نريد أن نكون معكم، نريد، سبحان الله، يعني أظهرت فعلا أحياء الأمة. يعني دائما كل ما الأمة نشعر أنها ابتعدت، أظهرت هذه الوسائل أيضا دور الشباب والفتيات، عديد الفتيات من مختلف التوجهات وإلى آخره، ما شاء الله عملنا مجموعات وكان لهم وقفات طلابية وإلى آخره، وما زالوا مستمرين في الدعم عبر حملات كثيرة جدا من أجل أن يعني يدعموا أهلنا هناك. فتبين أن هؤلاء الذين كنا ننظر إليهم أنهم شباب التيك توك وشباب كذا وشباب كذا، وأنهم يعني حتى البعض يستخدم مصطلحات غير جيدة، أنهم تافهون، لا يهتمون إلا بآخر الموضات والصيحات وإلى آخره، تبين أنهم فقط يحتاجون إلى ما يحركهم تجاه الأمة، برغم كل ما في بلدانهم من أحيانا يعني عدم تشجيع، ويعني ما يواجهونهم من مشاكل كثيرة جدا اقتصادية وغيرها، ولكن تبين أن سبحان الله فيهم الخير الكثير، وأن هذه هم بقدراتهم على استخدام هذه الوسائل يعني جعلوا فيه محتويات تجمع بين إرسال الرسائل وبين القدرة على الجذب، حتى سخرية مثلا من الإعلام بين قوسين العدو المحتل، السخرية من أولئك المطبعين إلى آخره، الطرق الجميلة التي والمحتويات الجميلة التي يرسلونها. فأيضا طبعا على الجانب الآخر، كل هذه المبتة من فيديوهات، مبتة من أخبار، مبتة وكذا ونشره في العالم، أصبح استفادوا منه كثيرا في يعني ما حدث لأهلنا في غزة، ما أهل الدمار وغيره، ما حدث للانتهاكات التي كانت على المسجد الأقصى. لا شك أن هذا التوثيق ونشره في وسائل التواصل وأيضا ربطه، يعني كان فيه محاولات كثيرة جدا من حقوقيين من غيرهم وتوقيعات كثيرة جدا أنه يجب أن نؤثر في الحقوقيين وفي السياسيين حتى في العالم الغربي ليكون لهم صوت، وبالفعل بدأت كثير جدا الآن من الأصوات ترتفع، والآن موقف إيرلندا على سبيل المثال، ومواقف كثيرة جدا بدأت يعني في الضخ، حتى الولايات المتحدة اليوم لا أقول أنها غيرت موقفها، ولكن لم تستطع على الأقل أن تقوم بوقاحة هذا ترامب، لأن الأمر يعني أكبر من هذا.
خرجت المظاهرات في كل الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من 40 مدينة وبعدد كبير جدا، حتى نيويورك معقل لا أقول حتى اليهود فقط، معقل الحركة الصهيونية بحد ذاتها، ولكن خرج يعني لم تخرج أي مظاهرة تساندهم، على حين خرجت كل المظاهرات مع الفلسطينيين ومع غزة، وأصبح الكل يتكلم بصوت عالي ويقول كفوا، وأنتم مجرد عصابات، وأنتم مجرد احتلال، وأنتم تتشدقون بالديمقراطية وبغيرها، يواجهون العدو بهذه الطريقة، وأنتم في حين لا تحفظون للناس حقوقهم. فحقيقة يعني هذا الضخ الشبابي ولكل من ليس الشبابي فقط، وإنما ضخ كبير جدا على في وسائل التواصل آتى أثر أكله، وعرت هذه الوسائل المتآمرين والمتصهينين والمرجفين الذين كانوا يريدون الأمة يعني في حالة من الصمت المخزي، وفي حالة من أنه نحن والله ناس كيوت، ونحن ناس يسفعوننا على أيدينا وعلى أرجلنا وعلى خدنا الأيمن والأيسر، ونبقى نتلقى الصفعات. لا، تبين أننا نحن نرفض هذا المنطق، نحن لا نعتدي، ولكن يجب ألا نرضى بالعدوان، لأن ديننا يرفض ذلك، لأن توابتنا ترفض ذلك، لأن قيمنا ترفض ذلك، لأن شهامتنا ترفض ذلك، لأنكم أيها العالم المتحضر كلكم تقولون إن من حق الإنسان أن يدافع عن نفسه، وأن هناك حق في الإنسان في أن يعيش فوق أرضه وتحت فوق أرضه وتحت سمائه، وأن يمارس قيمه وثوابته ودينه ومعتقداته. فلماذا نحن فقط علينا أن لسنا كباقي البشر؟ فبالفعل هذه الوسائل أيضا عرت هؤلاء الذين تآمروا وتصهينوا وغيرها، ورأينا بكل بعد كل موجات التطبيع والانكسار المخزي والتفريط الذي لا أستطيع أن يعني حتى أن يتخيله الإنسان، بعد محاولات تمرير صفقة القرن، كل هذا كسرت، أكيد كسرت بصمود أهلنا، وهم بعد الله عز وجل لهم الفضل، ولكن أيضا هذا المقاومة الإلكترونية أو هذا الزخم الإلكتروني أكيد كان له دور كبير جدا. حتى في كل البلدان التي كان فيها تطبيع رأينا عشرات المظاهرات الكبيرة والضخمة والاستعداد حتى كسر الحدود. فلا شك أن يعني لها دورها الكبير هذا الزخم الإعلامي الذي نريده أن يستمر. كذلك أشرت أخت سماح إلى مسألة المضايقات. تبين يعني بالفعل أنه هناك في هذا العالم ليس معيارا واحدا، ولكن هناك معايير لكل قضية، معيار في 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 وزن هذا العالم الذي يسمي نفسه متحضرا. فكشفت هذه الأحداث الانحياز من بعض منصات هذه التواصل الاجتماعي للعدو الصهيوني، وعلى وكلكم يعني تعرفون ماذا حصل من الفيسبوك. أعتقد لا أحد منكم لم يتعرض لحظر، لم أقل شيء حظر 24 ساعة، وأنا إلى الآن إلى اليوم لازلت بعد حتى حضروني مرتين أو ثلاثة، اليوم إلى اليوم يخرج لي التنبيه بالتحذير، مازلت تحت التحذير. فهو ناس يعني لمجرد أنك أنت تنزل محتوى فيقول لك والله ممنوع هذا المحتوى لأنه يحرض على الكراهية. يعني أي محتوى يحرض على الكراهية؟ لما تنشر الجندي الصهيوني وهو يحاول أن يعني ينتهك حرمات ويحاول أن يضرب شخصا أو. فسبحان الله العظيم، لما ننشر صور للمقاومة وما فعلوه، ونحن نعم نشف الله عز وجل شفى صدورنا بمقاومتهم وبصواريخهم، هذا معادل للإنسانية ومحتوى فيه كراهية. بينما هؤلاء وما يفعلونه علينا إذن أن نسكت. طبعا سبحان الله، برغم هذا استمر الزخم، وكل سبحان الله، وتم إن صح التعبير الاحتيال. يعني مثلا مسائل سهلة، يعني أنه مثلا ممكن أن لا ننشر هذه الصورة الآن في المحتوى، ننشرها بطريقة أخرى. ممكن أن الإنسان يكتب في موقع ثم ينشر، لا ينشر بشكل مباشر. ممكن أن الإنسان يقطع
الكلمة يعني حتى لا يتم شو اسمه يعني عدم نشر البوست. فأصبح هناك طرق، وما شاء الله الشباب والفتيات وغيرهم الناشطين جدا في هذه الوسائل جعلوا يعني في قائمة من التعليمات انشر وساعد على النشر، وتحدى منصات هذه المنصات مثل تويتر مثل ذاك الفيسبوك، يعني كان له دور سلبي جدا حقيقة، بل أقيمت حملات للتقليل من قيمة هذه المنصة، و يعني أخذ في درجاته يعني صح تعبير درجاته قلت بتقييمه وصارت ضجة عليه حتى أجبر على التراجع أو على الأقل التقليل من هذا الأمر، وإن كان مستمرت المضايقات بشكل أو بآخر، لكن سبحان الله أصبح فيه توجه كبير جدا، لأن الناس بدأت تتكلم يعني كيف أنتم تتكلمون عن حرية التعبير وعن كذا وأن تمنعنا من أن ننشر، ولماذا هذا الانحياز للعدو الصهيوني وإلى آخره. فأصبح هناك حراك وأصبح هناك قدرة على التحدي مثل هذه العقبات، وأيضا هناك دعوات بأن يكون هنا لنا في عالمنا الإسلامي وهذه المنطقة أن يكون لنا قدرة على أن ننتج نحن أيضا منصات، وأن يكون لها دور وأن تصبح دولية حتى لا يتحكم فينا هذا أو ذاك. وتحاول كثير من الناشطون أيضا أنهم يكتبون يعني باللغات أجنبية وغيرها ويوزعون المناشير ويحاولون أن يوصلوا الحقوق وينشروا مقاطع لكل الناس من غرب من الشرق من غيرها ليثبتوا ليقولوا أن العالم كله أصبح يتضامن مع هذه القضية. تقريبا انتهت مداخلتي، لكن أنا أريد أن أركز على نقطتين. أما النقطة الأولى يعني أحاول أن أختم بهما، هذا ملخص طبعا مختصر جدا وإلا فتفاصيل كثيرة جدا. النقطة الأولى يجب أن نستمر، الحمد لله نستطيع أن نستمر حتى لو الإنسان ينشر ولو منشور في اليوم ولو منشور في كل يومين ثلاثة، يعني القضية لم تنتهي، غزة ما زالت تحتاج إلى بناء وإعمار، ما زالت الأحياء في القدس الشريف والأحياء المقدسية لا زالت تتعرض لما تتعرض له، أيضا الأقصى ما زال مهددا، فلا بد أن نستمر والوعي 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 بقضايا بهذه القضية وربطها بعقيدتنا كما هو وإسلامنا وديننا، وربطها حتى بأنها قضية عالمية أيضا، وأنها نتكلم فيها عن حقوق إنسان في عالم يتكلم عن حقوق الإنسان، فلا بد من أن نستمر، ولا بد من أن نستمر في طريقة ليس مجرد البوستات الفردية أو المناشير الفردية أو مجرد أن الإنسان يشتغل، وإنما أن يكون هناك فعاليات تستمر، الفعاليات الأدبية والثقافية بين فترة وأخرى، والمناشط والدعوة إلى حملات وإلى مثلا وقفات أو تظاهرات أو 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 أو، فلا بد من استمرار الزخم. لا يعني لا ينبئنا أحد أن الموضوع تم. وكذلك الأمر الثاني أن تساهم هذه المنصات في خلق أشياء عملية. أضرب مثالا، مثلا الحقوقيون في بلداننا يجب أن يكون لهم زخم كبير جدا، وأن يحاولوا أن يوصلوا صوتهم إلى المنصات العالمية. وصحيح الفيتو الأمريكي يمنع قرارات ونحن نفهم هذا، ولكن هناك مداخل كثيرة جدا، هناك دول يمكن أن نستقطبها، هناك مثلا بعض الدول الآن اللي بدأت ما شاء الله يعني أعطت نموذج طيب مثل ما فعله أورلاندا أو غيرها، بعض سياسيين في مستوى مثلا في كندا أو غيرها تكلم بجرأة وإلى آخره، فلماذا لا يكون هناك نخب تتواصل عبر وسائل التواصل وتنظم لكي تنطلق إلى أرض الواقع، ولأن نشكر هؤلاء نتواصل معهم نخلق طرق للضغط على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر، ونحن نستطيع أن نفعل مثل ما الصهاينة يعملون ويستطيعون نحن أيضا نستطيع، والله سبحانه وتعالى معنا ويسددنا. أيضا حملات الإغاثة، وإحنا الحمد لله في ليبيا مجموعة من الفتيات شكلوا حملة اسمها حملة مسرى، وما شاء الله يعني انطلقت قافلتين إلى غزة وستنطلق قوافل أيضا. فالتشبيك وجعل هذه الوسائل طريقا لكي نجمع تبرعات، لكي نقدم دعما، لكي
نربط حتى يوم محاضرة مثلا في محاضرات جامعاتنا نتكلم فيها على الأقصى ونربط فيها طلبتنا من تلاميذنا حتى من المراحل الابتدائية والأولى وكذا عبر هذه الوسائل عبر أهلنا في عز عبر مرابطة من المرابطات أو مرابط من المرابطين. انظروا كم هي ستفعل وستؤثر. فالحقيقة هذه الوسائل يعني إما حجة إما حجة لنا أو حجة علينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإن كنا ممنوعين للوصول إلى تلك الأرض الطيبة فإنها في قلوبنا ونحن نستطيع أن نكون لهم سندا وعونا ودعما. وهذا واجبنا والله واجبنا وهو فرض اليوم أو هو كما يقولون الفرض هذا الوقت فهو واجبنا الذي يجب أن نقوم به حتى نبرأ من الله يوم القيامة ونقول له يا رب فعلنا ما قدرنا عليه وما استطعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون أهلا لمناصرة وللنصرة ولأن نكون يعني فعلا مناصرين لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهلنا في أرض الرباط ولغزة ولكل قضايا الإسلام بل ولكل قضايا العدل. وأن يجعلنا من الذين يتبعون الحق أينما كان وأن يعز الإسلام والمسلمين ويعز بنا الإسلام والمسلمين. وبارك الله فيكم على هذه الفرصة وأشكر لكم متابعتكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإياك يا غالية جزاك الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة. الآن بإذنه تعالى نتحول بالسؤال للأستاذة مؤمنة عبد السلام. برأيك أستاذة مؤمنة معنا برأيك من خلال واقع عملك في المنصة والمنصات الأخرى ما هي آلية النشر الفعالة في السوشيال ميديا وما هي أكثر الهاشتاجات رواجا في فترة العدوان على غزة وما هو أكثر هاشتاج تحديدا شكل ترندا عالميا في فترة العدوان؟ ونرى أنه بعض الرواد المواقع التواصل الإلكتروني يعني يكتب بعض الهاشتاجات في تعليقات على الفيسبوك ومواقع أخرى مثل الانستغرام والتويتر. هل هذا يعني نافعا؟ هل هذه الهاشتاجات مفعلة مجابة أم ماذا؟ تفضل يا غالي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكن الله أخواتي الكريمات ونفع بكن الإسلام والمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالحرب الإعلامية اليوم الحرب الإعلامية الإلكترونية اليوم لا تقل أهمية عن الحروب على الميدان. لذلك من المهم جدا أن نتعلم الأساسيات بالحملات الإعلامية الإلكترونية الناجحة على العدو حتى على الأقل أننا نكسب أجر الجهاد بإذن الله تعالى. أول نقطة وأهم نقطة فعليا صارت في الحرب على غزة وعلى الأقصى هي أن مصادر المعلومات يجب أن نأخذها من مصادر موثوقة. والأخوة والنشطاء في فلسطين سبحان الله تعالى أنهم استغلوا موضوع الإنترنت والنشاط الإعلامي الإلكتروني فأرسلوا جميع الصور والمقاطع ووثقوها عن طريق تطبيق تليجرام. لماذا استخدموا تطبيق تليجرام؟ لأنه هو الأسهل بالنسبة لهم والسبب أن الشبكات عندهم ضعيفة وغير مستقرة. فنحن جمهور خارج فلسطين يجب أن نأخذ المعلومة من خلال قنوات التليجرام. سننشرها إن شاء الله على الشات القنوات الموثوقة ومن ثم بعد نقل المنشور من النشطاء الفلسطينيين يعني من مصدر موثوق ضروري جدا أن نذكر المصدر وننشره على تويتر بالدرجة الأولى. والآن لماذا تويتر بالدرجة الأولى؟ تويتر حقيقة يعتمد على الهاشتاجات وعندما نستخدم الهاشتاجات
نصل بها إذا توحدت يعني هاشتاجاتنا وتوحدت جهودنا نصل بها إلى الترند العالمي الرائج لكي نوصل صوتنا وصوت أخوتنا الفلسطينيين في الداخل. فيجب أيضا أن نستخدم هاشتاج موحد الذي يكون رائج عالميا، لأنه من شأنه أن يجعل الهاشتاج ترند عالمي، وبالتالي يصل الصوت إلى العالم أجمع، صوت الفلسطينيين في الداخل، ونكشف فضائح الكيان الصهيوني. بالنسبة للنشر على الفيسبوك، الهاشتاج حقيقة في الفيسبوك يعمل فقط على تصنيف المنشورات، يعني يظهر عندما يبحث أي أحد عن هذا الهاشتاج يظهر له المنشور المرفق بهذا الهاشتاج لا غير. الفيسبوك هو للتصنيف ومن غير المجدي. في ناس كثير طبعا نصر للقضية الفلسطينية تنشر الهاشتاجات في التعليقات وتكرر النشر، فهذا غير مجدي أبدا 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 في الفيسبوك، لأنها تصبح بلا قيمة. أيضا نقطة أخرى، يجب أن نكون حذرين جدا للكلمات المفتاحية حسب خوارزميات الفيسبوك أثناء كتابة أي منشور، وعدم كتابتها بشكل كامل، وإنما تقطيع. مثلا الكيان الصهيوني يجب أن نقطع الكلمة بأي أحرف غير مفهومة أو إشارات غير مفهومة أو كلمة فلسطين مثلا، حتى نتفادى الحذر من إدارة الفيسبوك. من المهم جدا أيضا عند النشر يجب أن يرفق المنشور بالهاشتاج الرائج، سواء على الفيسبوك أو الإنستغرام أو تويتر. نقطة أخرى، يجب أن يكون المنشور عام وليس فقط للأصدقاء. أيضا في نقطة اللي هي المنشورات المعادية لفلسطين والأقصى، يجب أن نتجاهلها جميعا ولا أستاذة مؤمنة عليها. هناك بعد إذنك، يعني هناك كمان ينشر بعض المنشورات بنفس الهاشتاجات يعني على تويتر، ولكن تكون هذه الهاشتاجات على الفيسبوك أو مثلا على التليجرام أو على مثلا اليوتيوب. بعض هذه المواقع يعني تحضر هذه التعليقات وهذه الهاشتاجات مثل تويتر وإنستغرام، وبعضها لم يحضرها مثل التليجرام، ولكن هل هنا هذه الهاشتاجات في موقع غير تويتر كان لها فاعلية بنفس فاعلية التويتر؟ وأيضا يعني كيف ممكن أن تكون فعالة في كافة المواقع وفي كافة المنصات التواصل، وهل هي على نفس التأثير؟ تفضلي يا غالي. نعم، هي حقيقة سياسة تطبيق تويتر هو يقوم على الهاشتاجات أساسا، فبإمكان أي شخص أن يرفق أي منشور ويرفق معه الهاشتاج، حتى لو كان منشور يعني خاص به، يرفق الهاشتاج الخاص بفلسطين أو يرفق الهاشتاج الخاص بأي قضية متعلقة بالعالم الإسلامي، فهو هنا يساهم بنشر هذه القضية. يعني ما المفروض أن ننشر الهاشتاجات بدون أي بوست، ولا أن نحطها بالتعليقات، حتى في تويتر ما لازم نحطها بالتعليقات لأنها تصبح غير مجدية. هاي نقطة. بالنسبة للتليجرام، التليجرام يعني هو تطبيق فقط لتخزين المعلومات، يعني كأرشيف. أما العمل الأساسي هو على فيسبوك وعلى الإنستغرام وعلى تويتر بالهاشتاجات. فهنا نقطة اللي تعرض لها كثير من الأشخاص، أنه الحظر، لماذا الحظر؟ لأنه استخدموا حقيقة طريقة خاطئة في نشر الهاشتاجات. الآن سأذكر نقاط يجب أن نتبعها حتى ما نتعرض لهذا الحظر. أولاً، تجنب إضافة أكثر من هاشتاج في المنشور الواحد على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي. كلما زاد عدد الهاشتاجات في المنشور قل حجم وصولها للمتابعين، يعني الناس اللي لما بتنشر 4-5 هاشتاجات ما بتوصل للمتابعين. أيضا النسخ واللصق بصورة متكررة يؤدي إلى أن فيسبوك يعطي إنذارا بأن هذه الردود آلية، وأن من قام بكتابة هذا الهاشتاج هو آلة وليس بشر.
لابد من إضافة محتوى في التعليق أو المنشور، ولا يكفي أن نطلب من الآخرين النسخ والتعليق نفس التعليقات، وهذا الذي يؤدي بالدرجة الأولى للحجب. أيضا لا يجب تكرار إرسال الرسالة ذاتها بطريقة آلية لجمع الأصدقاء والمتابعين. ونذكر أن لكل منشور أقصى حد من الأنشطة من إعجاب أو متابعات أو رسالة أو تعليق، حيث أن كل منصة تحدد يعني عدد معين من التفاعلات هذه، وإذا تجاوز هذا الحد من التفاعلات يتعرض للحظر. قبل استخدام أي هاشتاغ لازم نتأكد من وجوده أولاً أنه ترند عالمي، فنبحث عن هذا الهاشتاغ في المنصات التي نستخدمه ومن ثم ندرجه. هذه أهم النقاط التي يجب أن نأخذها حتى لا نتعرض للحظر على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. أيضاً سياسات استخدام الهاشتاغات، أن كل منصة اجتماعية تتعامل مع الوسم أو الهاشتاغ بصورة مختلفة. فمثلاً في تويتر الوسم الرائج هو الأسرع نمواً في أقل وقت ممكن، يعني ممكن يوصل الهاشتاغ أو الوسم خلال 10 دقائق إلى الترند العالمي، بينما في الانستغرام فإن الهاشتاغ الرائج هو الأكثر استخداماً. أما الفيسبوك فإن الهاشتاغ أو الوسم هو أقل أهمية وتأثير من تويتر وإنستغرام. الشائع الآن هو تكرار عدد هائل من الهاشتاغات وتكرارها بصورة آلية وبالتعليقات، وهذا كله يؤدي إلى الحظر. كما أن إضافة الهاشتاغ في التعليقات كما ذكرنا هو غير مجدي أيضا، ويساهم لا يساهم في انتشار الترند. أيضا نشر الهاشتاغات باللغة الإنجليزية والعربية يؤدي إلى نشرها بشكل أكبر ويصل للجمهور بشكل أكبر، وتصل إلى الترند العالمي بأكبر سرعة ممكنة، ولكنه لن يصل بالدرجة الأولى للناطقين بغير العربية، وإنما يصل للناطقين بالعربية ومن ثم الناطقين لغير العربية. لهذا يفضل دائما نشر بشكل متوازي بين اللغتين. بالنسبة للمنصات، متى تعتبرنا المنصات أنه عم نتعامل كآلة وليس كبشر؟ مثلا عندنا على الفيسبوك يحق لكل مستخدم الحق في كتابة 180 ل 200 تعليق في اليوم. إذا تم كسر هذا الحد فقد يعتبر الفيسبوك هذا المستخدم تلقائيا أنه آلة ويتم حظره مباشرة، ويسمح أيضا فيسبوك بإضافة 5000 إعجاب لايك في اليوم و150 رسالة، وإلا يتم اعتباره كسلوك ريبورت أو آلة. يجب أن يترك فارق زمني بين كل نشاط لا يقل عن دقيقة أو دقيقتين. أما مستخدمو إنستغرام فيمكنهم القيام ب500 نشاط يوميا إذا كان الحساب بالأساس له متوسط ناشطين ومتابعين، يعني ليس من الحسابات جدا لها متابعين وليس أنه قليل. أما الحسابات الجديدة التي لها متابعين قليلين يعني 100 ناشط فقط وأقل، يعتبرها التطبيق هي حسابات غير موثوقة ولا يحق له النشر. في نقطة مهمة، سياسات الفيسبوك للمحتوى البصري، وهذا الذي تم التركيز عليه أنه نشر الصور ونشر الفيديوهات، وبالتالي يتفاجأ أي مستخدم للحظر المباشر، لأنه سياسة الفيسبوك في المحتوى البصري هي في سياسات أنه لازم ما تنشر
إنه مقاطع فيديو أو صور غير دموية وقصص مؤثرة في الإنسان، فإذا نشر أي شيء مخالف يتم الحظر مباشرة، ويعتبر أن هذه الصور ذات قسوة كبيرة على المتابعين، ولهذا يتم الحظر. فهنا يجب أن ننتبه إذا أردنا أن ننشر صور أو مقاطع لإيصال جرائم العدو الصهيوني، يجب أن ننشرها في التعليقات وليس في المنشورات. إضافة أخرى أختي سماح؟ نعم، معنا وقت. ركزتي ركزتي على موضوع مهم بالنسبة للهاشتاجات ونشر الوعي فيه. هل برأيك ممكن نحن، هل يكتفي يعني أي رائد من رواد المواقع هذه، هل يكتفي إنه يعني يتسلح بالحد الأدنى من المعرفة بالقضية الفلسطينية، أم يعني لا ضير سواء ممكن أي واحد يستخدم الهاشتاج وينشر، سواء مثلا نقل مثلا منشورات أو أخبار غير دقيقة بعض الأكاذيب، بماذا توجهي نصيحة هنا لمن يستخدم الهاشتاجات وينشر أي محتوى دون أدنى حد في بالوعي بالقضية وبالأخبار من مصادرها الموثوقة؟ تفضل. الآن أنا أول نقطة هو أهم نقطة أن نكون يعني متوثقين من نشر الأخبار، لا ننشر عشوائي. هذا يعني هذه النقطة بالذات جدا تضر بالقضية الفلسطينية أو أي قضية أخرى بالعالم الإسلامي، لأنه نحن عم نوصل لترند عالميا، فعندما ننشر خبر غير موثوق فهو يضر بالقضية، لا يفيد قضيتنا. فهي أهم نقطة. وعند النشر أيضا ذكرت أنا أن نحط المصدر، لابد أن نضع المصدر، هي أهم نقطة. بالنسبة للنشر العشوائي جدا أيضا يضر المستخدمين، ولهيك شفنا نحن حالات كثيرة من الحظر سواء على تويتر أو الفيسبوك أو الانستغرام، لأنهم ما اتبعوا الطريقة السليمة في النشر. نحن ذكرنا الطرق السليمة في النشر، فيجب اتباعها. حتى أول نقطة أنه ما يعتبرنا التطبيق أن آلة وبالتالي يتم حظرنا، أو أنه يعتبرنا أن عم نستخدم صور قاسية أو فيديوهات قاسية وبالتالي يتم الحظر. وحقيقة يعني هو هذه التطبيقات كلياتها تكيل بمكيالين، يعني وضح تماماً في قضية فلسطين وقضية الأقصى والشيخ جراح الكيل بمكيالين، حيث أن حتى صفحة وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تم حظرها ثلاث مرات تم حظرها. نعم نعم غاليتي، عن قرب إجراءات تعسفية طبعاً، ماذا تريد من احتلال هجوم تعسفي إلا هذه الإجراءات التعسفية، يعني ونحن نحارب بالوعي. فعلياً موقع الفيسبوك امتثل لطلبات الحكومة الإسرائيلية بنسبة 95% بفرض رقابة على المنشورات الفلسطينية، بينما أنهم لما نشروا المنشورات 95% لما هم نشروا منشورات خطاب الكراهية مثل الموت لفلسطين وكل مسلم إرهابي والقتل لكل المسلمين، لم تتم إزالة هذه المنشورات تبعهم ولم يتم الإبلاغ عنها. نعم، هنا تكمن العنصرية نعم. الواضحة للاحتلال. نعم، وهذا ما يدعونا نعم جميعاً نحن كمسلمين أن نبتكر تطبيقات فعلياً خاصة بنا كمسلمين تزيد الوعي، تزيد المعرفة بالإعلام الإلكتروني، يعني جداً ضروري هذا الموضوع، ونتخلص من هذه السياسات المشحفة بحقنا. نعم، بارك الله فيك أختي مؤمنة على هذه المداخلة الطيبة. طيب خير. نعم، يعني هيك ملخص بسيط لإنهاء، ونحن أتينا على نهاية هذه الندوة، ولكن ولو ملخص بسيط لما نولناه في هذه الندوة، يعني أخواتي في هذه الندوة يعني لابد أن نخرج ببعض الفوائد لمساعدة الإعلاميين العرب والمسلمين عموما في توضيح بعض المبادئ الأساسية في الصراع الإعلامي بيننا.
أولا يجب على الإعلاميين العرب والمسلمين الاسترشاد بمواقف القرآن الكريم والسنة النبوية في التعامل مع اليهود عموما، سواء الكيان الصهيوني أو اليهود عموما. أيضا يجب أن ييقنوا أن إسرائيل دائما هي المعتدي، وإسرائيل هي الدولة المحتلة، ونحن العرب في موقف دفاع عن النفس، وليست نخوض حرب دولة مقابل دولة. أيضا يعني أي إذا قام العرب بقتل يعني أي إسرائيلي حتى لو كان مدنيا فهو أصلا مجند مقاتل، وهو ونحن من باب الدفاع عن النفس. أي تطبيع هو خيانة خيانة خيانة، هذا محتل، هذا عدو، وهذه الحرب هي حرب، أو هذه المعركة ومعركة سيف القدس هي معركة عقائدية بالدرجة الأولى للدفاع على هذا عن هذا المصرى، مصرى ومعراج رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيضا يجب أن نعلم أن إسرائيل تستخدم الإعلام ويتلاعبون بالألفاظ والصور لتزييف الحقائق وطمس الهوية الفلسطينية. يعني يجب على العرب بناء مسرد مصطلحات خاص بالإعلاميين العرب والمسلمين بعيدا عن المصطلحات التوراتية ومصطلحات الكيان الصهيوني. نستخدم تطهير عرقي في قص العنصري، لا نستخدم دولة إسرائيل، لا نستخدم جيش الدفاع الإسرائيلي، هو كيان غاصب. أيضا ابتكار وسائل مناسبة للرسالة المناسبة في الوقت المناسب للرد على الاعتداءات الإسرائيلية، لا نقول اشتباك، هو ليس اشتباك. نعم أيضا أخواتي سريعا حتى لا تغلق علينا غرفة الزوم، استغلال الصحافة والإذاعة والسينما والمسرح لتمرير حقائق واضحة تجاه ممارسة الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية. أيضا بناء مراكز فكرية إعلامية لدراسة الاستراتيجية الإعلامية الإسرائيلية، لا بد من نشر الوعي خصوصا في الهاشتاجات، يعني جهود مهدورة كبيرة من الشباب يعني في وضع الهاشتاجات على الفيسبوك في التعليقات وهي بدون جدوى. يعني لو مثلا خدنا الهاشتاج رحنا على تويتر كتبنا معلومة فلسطينية أخبار مثلا زي مثلا اللهم صل على محمد تنزيل انهيار البرج، برج الجلاء الذي يحوي مراكز إعلامية، وضعنا الهاشتاج كان هذا المجهود في محله، أم أن نرسل بعض المنشورات في غير محلها، هذا لا نؤيد هذه الجهود المهدورة. بيان التهديد العالمي الذي تمثله إسرائيل في المنطقة وأيضا والعالم بوجود ترسانة نووية غير خاضعة للإشراف الأممي، نبين الإجراءات التعسفية التي تمارسها كدولة ضد الدول المحيطة كلها، ضد أدنى تصرف، ضد حرية التعبير عن الرأي حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أنا لا أوجهك وجها لوجه، أنا أرسل رسالة وأعبر عن رأيي على موقع تواصل إلكتروني يتم حظري، لماذا؟ ما هذه الإجراءات التعسفية؟ يجب أن تحارب، يجب أن نقف وقفة ونضافر الجهود الإعلامية ونضع ما يعني مشاريع وابتكارية لمحاربة ذلك. طيب، واستغلال شغف عامة الناس بالحصول على معلومات صحيحة وحقيقية وتجنيد الشبكة العنكبوتية، ننشر الوثائق، الفيديوهات الوثائقية، السلاسل على اليوتيوب، هذه تنشر في مثل هذه الفعاليات لنشر الوعي بين الجمهور العربي والإسلامي. نعم، وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر جميع من شاركنا في هذه الندوة المباركة لمناصرة القدس ولمناصرة غزة وأهلها، شاكرة كل من تعاون معنا في نجاح هذه الندوة، كما أشكر المنصة والأكاديمية لإتاحة هذه الفرصة لنا وهذه الغرفة لنتكلم وندافع عن القضية العادلة والأولى في الوطن الإسلامي. ماشي أخواتي، لكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.